وقف عامل البريد الزاوي عبد الرحمن من منصبه. هذا الرجل الذي أثار ضجة كبيرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقطع فيديو انتشر على فيسبوك ويوتيوب قدم من خلاله درسا حقيقيا في الروح الوطنية والاحتراف من قبل الإدارة العامة لبريد الجزائر. ولد الزاوي عبد الرحمن في 3/5/1967 وعمل في البريد الجزائري منذ 26 فبراير 1990، وكان مسؤولا عن العملاء في مكتب البريد الواقع في نفس مبنى المركز الوطني للتحقيق البريدي الواقع في شارع أول نوفمبر في الجزائر العاصمة. وكان الزاوي عبد الرحمن الذي يتسم بالتكامل والصدق في عمله موضع تقدير كبير من زملائه بسبب صفاته الأخلاقية المتعددة، وقد استطاعت الجريبار تأكيده من عدة مصادر داخل الجزائر. لكن في نظر وصايته ارتكب الزاوي عبد الرحمن جريمة خطيرة، لقد تجرأ على تقديم درسا حقيقي لوزير في حكومة جزائرية حول الإدارة اللازمة لمؤسسة عظيمة مثل بريد الجزائر. إنه بالفعل الزاوي عبد الرحمن الذي أثار ضجة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي في هذا الفيديو الشهير الذي نشهد فيه التبادل السريالي بين وزير البريد والاتصال إبراهيم بومزار ومسؤول بسيط في مكتب بريد يشرح له المبادئ الأساسية للحكم وحسن التدبير. أثار التدخل الحكيم والرائع للزاوي عبد الرحمن حماسا شعبيا كبيرا، مما أدى إلى رفع الحجاب عن الجانب السفلي من هذا الإضراب الفوضوي والمفاجئ الذي شل العديد من مكاتب البريد حتى الآن في 6 أيام. لكن هذه الضجة لم تكن على ذوق الوزير إبراهيم بومزار، فقد تلقى الزاوي عبد الرحمن يوم الأحد 17 أبريل اختارا من مديرية الوحدة البريدية بولاية الجزائر بإبلاغ المديرية العامة للبريد الجزائري بإيقافه عن وظيفته بانتظار مطوله أمام مجلس الانتخابات خلال شهرين. واتهم الزاوي عبد الرحمن بإثارة الفوضى بهدف زعزعة استقرار الشركة. كنت أتوقع ذلك، لقد تركت العمل لأعود إلى المنزل، اتصل بزملائي ليبلغوني أنهم تلقوا الأمر أو القرار بتوقيفي، كما قال في مقطع الفيديو نشره على فيسبوك لشرح أسباب إقالته المرتبطة بالمحادثة التي أجراها مع الوزير والتي تم تصويرها ونشرها على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي. لماذا تم تعليقي؟ لأنني قلت الحقيقة، لأننا أردنا الحفاظ على كرامة رجل البريد الذي أصبح متسولا أثناء عمله في أكبر مؤسسة وطنية. فقد استنكر هذا الأخير في هذا الفيديو الذي تمت مشاركته على نطاق واسع على الشبكات الاجتماعية من قبل مستخدمي الانترنت الجزائريين الذين لم يفشلوا في إظهار كل تضامنهم مع رجال البريد.